بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، هذه الجماهير المصرية تنتظر هذه البداية والانطلاقة بعدما لم يسجل المنتخب المصري حضور المتوقع في كأس العالم الأخيرة بالخسارة في 3 لقاءات، بل إن المنتخب المصري في 9 مباريات منذ فوزه على الكونغو مباراة التأهل يوم 17 أغسطس في عام 2017، 9 لقاءات 3 تعادلات و6 هزائم، منها الهزائم 3 طبعا أمام أوروغواي بهدف، وأمام روسيا 1-3، وأمام السعودية 1-2. تشكيلة اليوم من ضمن يعني الأمور، أدي أمامنا تشكيلة المنتخب المصري في مباراة اليوم، واضح والواحد على طول مروان محسن، لكن تعود إلى النني محمد صلاح، وحكم اللقاء يدي ركل الجزاء، حكم اللقاء يدي ركل الجزاء أمامنا هنا النجم المصري محمد صلاح في انفراد هنا في هذه اللقطة، والتدخل لم يتردد الحكم ندياي الحكم السنغالي في احتساب ركلة الجزاء لمحمد صلاح، وداوودة كسالي محمد صلاح يضيع ركلة الجزاء أمامنا هنا، وعلى طول يتصدى ليها داوودة، يبقى الحال على ما هو عليه، ركلة الجزاء ضائعة لمحمد صلاح، طبعا ركلة الجزاء التاريخية في مرمى الكونغو والتأهل لكأس العالم في هذا الملعب، يعني لكن يعني مبشرة إن شاء الله، أكيد إن شاء الله المنتخب المصري قادر، وادي واحدة من حجازي، ركلة الجزاء ضائعة من محمد صلاح بعد مرور 2 دقيقة، وادي أمامنا هنا راسية حجازي، لكن تطلع كرة إلى خلف، انطلاقات أمامنا محمود حسن تريزي عمل موسم رائع مع فريق، انطلاقة هنا أيمن أشرف إلى مروان، والراجل قالش أمامنا هو الراجل رقم أربعة مامادو سولي، قلب الدفاع مامادو سولي في اللقطة الماضية، الكرة الخطيرة الحقيقة اللي كان ممكن قوي تستغل، شوف أمامنا هنا كرة لكن يطلع لها كسالي داوودة، واحد من اللاعبين اللي ما سجلوش بقالهم فترة، دي محمد صلاح راسية، لكن على طول كسالي داوودة على طول في تشامبيونز ليج في دوري أبطال أوروبا، كرة على القائم الأول وراسية مروان لكن لخارج الملعب، أدي مروان محسن، يعني بعض الأرقام يقول لك بقاله 8 مباريات، حرية المساندة من وسط الملعب، أدي الاستلام، استلام رائع من مروان محسن، غاب عن التسجيل ولكن يسجل مع منتخب مصر مروان محسن، اي متعه اي لمسه، التحرك هنا والهدف ياتي للمنتخب المصري، في خطا في التمركز طبعا لدياباتي وايضا لكاتوكوري، تم ادي لمسه حلوه قوي محمد النني، ملعوبه جميله، استلام من تريزيجيه، عالم طبعا لعب لقائي اوروغواي وروسيا، وادي الكره العرضيه لكن على طول محمد صلاح، المساحات يا ولد على التمريره تريزيجيه، هي يا راجل حرام عليك يا راجل حرام عليك، محمد صلاح مديها لتريزيجيه بيقول له ايه، سجل وهنحتفل، لكن محمد صلاح عامل اسيست في الطلاقه في الجنب الشمال، ايمن اشرف عاملها حلوه قوي، حارس المرمى كسالي داوده، وادي الفرصه يا ولد ايمن اشرف في هذه البدايه والانطلاقه في مباراته الدوليه السادسه، وهدفه الدولي امامنا هنا الثاني بعد ما سجل في مرمى الكويت، ايمن اشرف هنا الكره بتكافئه على مجهوده وعلى ادائه، وكسالي داوده ظن بان الامور لن يعني في تحركات محمد صلاح اللي فايق ما شاء الله، مروان هنا فرصه، يا كوره الكورة ما طوعتوش، انفراد جديد، محمد النهي يا ولد لمة حلوة قوي، والتاني ويمرر وتريزيجيه، محمد حمدي كل دي أسماء، وبص الدفاع بيعمل إيه، وركلة جزاء جديدة هنا في هذه اللقطة في هذه اللحظة، ركلة جزاء لتريزيجيه، ركلة جزاء، أخطاء دفاعية قاتلة، المدافع الكورة اللي المفروض يروح لها، وادي الهدف الأول، وادي أمامنا محمد صلاح، مش ممكن بقى ترتد للمرة الثانية، لكن المرة دي محمد صلاح يسجلها ويصبح ثالث هداف في كرة القدم المصرية للمرة الثانية، يتصدى الحارس لركلة الجزاء، لكن الفولو والمتابعة من محمد صلاح توقعها كسالي داوودة، ينقذ في الدقيقة الثانية ركلة الجزاء، ناجح جدا مع بلجيكا، ادي امامنا محمد صلاح في هدف جديد في فرصة جديدة في لمسة يده، ولكن إلى خارج الملعب،
وايضا ترشح وديل وحيدها لوزيتشي ضمن الاسماء. وسالجادو خلني محمد صلاح ما فيش تسلل هيعملها لتريزيجيه عملها له وسيارها، لكن المره دي بقى يتدخل رقم 15 بوريما كاتاكوري ويشيل كره هدف. محمد صلاح النهارده بيمتع صح يا ولد على التمريرة، يا ولد على المهارة، يا ولد على التدخل، ومفيش ركلة جزاء. يا راجل سجل. ادي تريزيجيه ضيع انفراد في الدقيقة 18 وضيع هذه الكرة، لكن محمد صلاح يعني النهاردة بيبدع. والكرة حائرة وتريزيجيه وغزال وفي العرض وغزال يا غزال في الملعب. علي غزال النهاردة الدور اللي بيلعبوا على مرور وركلة الجزاء لن تحتسب وعدى وفرصة ويلعب أسرع. يا راجل ادي لصلاح يستمر في محاولة المرور. صلاح وسط كام لاعب، يا سلام على التمريرة. ساند كثيرا يعني لم نراه في المساندة الهجومية كثيرا، لأن أيمن أشرف هو اللي كان متقدم. فرانسوا زهوي يخرج بهزيمة في الشوط الأول 3-0 لصالح المنتخب المصري. هيطلع رقم 2 موسى وينزل أمامنا بوبكار رقم 20. هذه التبديل الأول، أدي بوبكار هايني كوي أمامنا، هايني كوي يدخل كبديل، هايني كوي هو البديل اللي هيشترك مكان اللاعب اللي خرج نزول أمامنا. هذا 17 سي سي، أدي أمامنا الكرات العرضية للمنتخب المصري، تصليح فوتوكوما شفناش أي هجمة، وأدي فرصة فرصة ضايعة من اللاعب يوسف أمورو. كرة من اللاعب أمورو في اللقطة الماضية، هذه هجمة عن طريق اللاعب 20 فريق إن شاء الله في أمم إفريقيا القادمة رقم 32 في الكاميرون. أدي العرضية لكن تحت، هل يكون ليها حضور وتواجد محمد صادق، عمرو طارق، أيضا كذلك محمد هاني، محمد حمدي، إسلام جابر، صلاح محسن زي ما قلنا، حسام حسن في رابع المواجهات مع المنتخب المصري في محاولة، لكن على طول يطلق هذا الموسم في مرمى دجلة وفي مرمى حرس الحدود. والكرة الخطيرة ويطلع محمد الشناوي. بدأ يحدث نوع من الضغط من جانب لاعبي أمامنا أهو. أدي كرة من اللاعب فوتوكوما يعمل عرضية. باتريس نوفو اللي درب الإسماعيلي ودرب سموحة، وأدي أمامنا هنا التسديدة الحسن ودخل مكانه صلاح محسن. كرة مقطوعة ترتد، أدي أمامنا التسديدة، اختبار للشناوي وتسديدة قوية. كرة اللي أمامنا هنا، أدي الانطلاقات اللاعب اللي دخل كبديل وانكيو أمامنا، كرة اللي أمامنا تصلحها منذ لحظات. الشناوي في تراجع في الأداء المصري في الشوط الثاني من اللقاء حتى الآن. واحدة أمامية لمحمد صلاح، يا ولد على اللمسة، واحدة أمامية ملعوبة حلوة قوي يا ولد. عمرو وردة عاملها لمحمد صلاح، ومحمد صلاح هيلعبها بلمسة حلوة. هدف مرشح على فكرة في مرمى إيفرتون، مرشح ضمن الأهداف المرشحة. المدرجات هدأت جدا في ملعب اللقاء، درجات هادية. وادي أمامنا نتحدث عن الوقت اللي أمامنا، ادي الاستلام، التفويتة استلام على طول، عدى حلو قوي صلاح، لكن فينا صلاح عايز يجرب حاجة. خلاص بقى حس المباراة يعني اتحسبت، وادي واحدة لتريزيجيه لكن فين، واحدة لتريزيجيه لكن اصطدم بحارس المرمى. وعلى طول اللقطة اللي أمامنا، ادي تريزيجيه واحد من اللاعبين أصحاب المجهود الكبير الوافر في هذه المباراة. حسين الشحات، وادي لمسه يا ولد في هذه الكرة وفي هذه اللقطة، لمسة حلوة. صلاح محسن يديك إحساس هداف مصر القادم وبقوة هنا.